خلال يوم واحد فقط تم رصد 145 انتهاك لحقوق الإنسان، وذلك في 14 فبراير، حيث تعرض عدد من التجمعات السلمية وغيرها إلى مجموعة من الانتهاكات. طبعا الانتهاكات توزعت بين الاعتقالات التعسفية، قمع التجمعات، الاختفاء القسري، خطاب الكراهية، المداهمات للمنازل والمرافق العامة، تقييد حرية التنقل، والمحاكمات غير العادلة. كان هنالك أكثر من 100 فعالية احتجاجية في 40 منطقة، 66 منها هو عبارة عن تجمع سلمي، وبالإضافة إلى عشرات الفعاليات الاحتجاجية بصيغ مختلفة. تعرض 17 تجمع سلمي إلى القمع، نتج عنه 10 إصابات، منها 9 إصابات بسبب استخدام الشوزن وهو الرصاص الانشطاري المحرم دوليا، بالإضافة إلى تسجيل 20 حالة اختفاء قسري قصيرة الأجل و59 مداهمة للمنازل والمرافق العامة بخلاف القانون، و رصد 31 مادة إعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية، بينها 5 مقالات في صحيفتين هما أخبار الخليج والوطن البحرينية، و26 مادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يضاف إلى ذلك استمرار السلطات الأمنية في تقييد حرية التنقل، الحصار الأمني على الدراز لليوم 605، والإقامة الجبرية بدون حكم قضائي أو قرار إداري على سماحة الله الشيخ عيسى قاسم لليوم 267، وكل كل ذلك يجري والسلطة تدعي بأن البحرين في أحسن حال وأن هنالك إصلاحات حقوقية، في حين أن هذه الانتهاكات هي واجهة الإصلاحات المدعات. ومن الواضح أن ارتفاع منسوب الانتهاكات يعكس مستوى تدهور الحالة الحقوقية في البحرين.